وعبد الناصر كان يبحث عن انتصار يعيد إليه جزءا من الكرامة الجريحة بعد انفصال 61، واخد بالك؟ ولذلك في ذكرى الانفصال حدثت ثورة اليمن، وعبد الناصر بادر إلى دعمها وأنفق فيها 20,000 قتيل مصري من الضباط، ومعظم رصيد مصر من الذهب والأموال، وكانت بداية ومقدمة لهزيمة 67 والاستنزاف الجيش المصري. حرب اليمن مقدمة طبعاً لهزيمة 67 طبعا، ولذلك اندفع إليها الأمريكان والإنجليز في دعم قوات الإمام وبعض القوى في منطقة الجزيرة العربية ضد عبد الناصر، ذلك الخطر القادم والذي يهدد الجميع، يهدد عروش المنطقة ويهدد مصالح الدول الكبرى.